كريم خليني ابدا معاك النهارده. نعم. بموقف الانديه المصريه المشاركه في البطوله الافريقيه. طبعا موضوع الانديه المشاركه في افريقيا السنه الجايه كان عامل جدل كبير يا كابتن اسلام خلال الفتره الماضيه. البدايه كانت بعض الاخبار اللي قالت الكابتن عم جاهد نفسه قال يعني ربما يكون نادي طلائع الجيش هو المرشح مع ثالث الدوري بصفته انه كس يعني كان وصيف الكاس السنه اللي فاتت، وكان هو شايف ان ده في ما يشبه يعني الارضاء، يعني القواعد واللوائح في الكاف اعتقد انها كانت بتمنع. لغايه النهارده وصلنا للقرار الاخير ان الاول والثاني يلعبوا مباشره في دوري الابطال، والثالث والرابع يلعبوا في الكونفدراليه. وطبعا القرار ده النهارده خلى المباريات تتحول لمباريات مصيريه. يعني مباراه النهارده سموحه ونادي انبي كنا بنتفرج عليها فعلا كان قمه الحماس. اللي اتفرج على اخر خمس دقائق انبي بيجيب جون في الدقيقه 89 والفار بيلغيه، بعد كده فرصه لنادي سموحه في الدقيقه 97 فرصه كانت خطيره جدا داخل منطقه الجزاء بس ضيعوها، وبالتالي خلاص كده بنتيجه التعادل النهارده سموحه اوت من المنافسه على بيراميدز والاتحاد. دلوقتي الوضع الحالي في الكونفدراليه خلاص النادي المصري حجز اول بطاقه، البطاقه الثانيه فيها صراع ما بين نادي بيراميدز اللي خلاص خلص لعبه، لو كان كسب الجيش امبارح كان نادي بيراميدز ضمن خلاص التاهل، لكن هو التعادل خلى فيه شويه دراما. ايه الدراما فين بقى دلوقتي؟ بكره ماتش نادي الاتحاد هيستضيف نادي الزمالك. النادي الاتحاد لو كسب يتاهل للكونفدراليه مباشره بدون النظر اي حاجه ثانيه. نادي الاتحاد فشل في تحقيق الانتصار، تعادل او اتغلب، خلاص يبقى نادي بيراميدز هو اللي هياخد البطاقه الثانيه بعد النادي المصري. طيب وده برضو لانه برضو نقول للجمهور ان اللي حصل ده لانه في النهاية لازم اتحاد كرة القدم يبعت الأسماء الأربع فرق قبل يوم 10 أو نعم. قبل نهاية يوم 10، وبالتالي هو سيستم عشان برضه الناس كانت بتسأل ميعاد الماتش متأخر، لا هو مع اتحاد الكورة لغاية الساعة 12 بالليل. 12 بالليل 12 إلا دقيقتين تقدر تبعت عليه. بالظبط زي التيم اس كده يعني انتقالات اللاعبين، هو سيستم ده بتبعت عليه وخلاص، وبالتالي في مساحة بكرة عشان كمان يبقى الموضوع فير للناس كلها، يبقى خلاص كل الأندية لعبت نفس العدد من المباريات. لأن لو كان الظرف اللي احنا فيه ده في نادي واحد بس من أندية متصارعة لعبت مباراة أقل كان يلجأ إلى الجدارة الرياضية، لأن الفرق المتنازعة ما لعبتش نفس عدد المباريات. تمام، وبالتالي لازم من بكرة قبل الساعة 12 بالليل كل حاجة تكون خلصة، وبالتالي بعد الساعة 11 وهيتعرف ساعتها النادي اللي هيطلع إن شاء الله مع النادي المصري في الكونفدرالية. وإذا وأهلي وزمالك خلاص دوري أبطال مفيش مشكلة.